ليست الاعتصامات هي الشيء الوحيد الذي تتقنه هيئة التنسيق النقابية، فكلما اعتقد البعض أن حركتها همدت يفاجئ أعضاؤها المسؤولين بتطورات جديدة. والجديد هذه المرة هو إرسال الهيئة مذكرة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فندت فيها ملاحظاتها على مشروع القانون الذي أعدته اللجنة النيابية الفرعية. ومن أبرز هذه الملاحظات الشق المتعلق بالضرائب، إذ جاء في المذكرة أن اللجنة طرحت 24 إجراء ضريبية لجباية نحو 1742 مليار ليرة إضافية سنويا، لكن تفصيل هذا المبلغ يكشف أن 1042 مليار أي 60% من الإيرادات الإضافية سيتم سحبها من استهلاك الأسر والرسوم على المعاملات والخدمات، و40% فقط من أرباح المضاربات العقارية والريوع المصرفية. كذلك بيّنت المذكرة أن الموارد الضريبية من احتلال أكثر من 10 ملايين متر مربع من الأملاك البحرية لا تتجاوز 75 مليار ليرة، ما يعادل كلفة ارتياد 5000 شخص للمسابح بمعدل 15 مرة في السنة فقط على مدى 35 عاما. وأخيرا، بينما تبلغ قيمة المبيعات العقارية 10 مليارات دولار سنويا، لن تتخطى الضريبة عليها 150 مليار ليرة سنويا. هذا من وجهة نظر هيئة التنسيق، أما رأي عضو اللجنة النيابية الفرعية النائب جورج عدوان فكان مختلفا. حرصنا بقدر الممكن أنه هالإيرادات ما تكون مأخوذة من الطبقات الغير ميسورة بشكل أنه نكون عم نعطيها من ميل ونصيبها من ميل ثاني. أخطر شيء بواجه السلسلة أنه نحولها لمعركة بالأول طبقية. بالأرقام تحدثت هيئة التنسيق هذه المرة لتثبت من جديد أن جيوب الأغنياء حرمت عليها الضرائب التي تثقب جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود،